اهلا بحضراتكم من جديد، وسعداء بعوده المهندس عادل القيعي لمكانه وتفاعلكم الكبير الحقيقه مع هذه العوده وعود احمد مره ثانيه. لكن تكلمنا قبل الفاصل على رؤيه المهندس عادل القيعي وازاي تطابقت مع رؤيه ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي عن لقاء الغد. لما يبقى الاهلي والزمالك بيلعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا ويطلع حد يقول لك دي حاجه كده اشبه بريال مدريد وبرشلونه، ما هو هي حصلت فين على مستوى العالم؟ في اسبانيا. ما شفناش في حته تانية ناديين من نفس البلد لعبوا النهائي. لا اذكر يعني شفتوا عظمه الكره المصريه وصلت لفين؟ شفت انه في حاجه جميله جدا لازم كلنا كمصريين نفخر ونسعد بيها. اسمعوا راي نجم ريال مدريد السابق سالجادو اللي كان اشتغل مع اجيري وقت تدريب المنتخب الوطني، سئل في اون تايم سبورتس عن الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، نجم ريال مدريد شايف ده ازاي؟ انت تملك علاقات جيده مع لاعبي الاهلي والزمالك، كيف ترى مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا بينهما؟ What you think about this match between الاهلي والزمالك؟ I play so many classicos, you know, 19 classicos, Barcelona. لقد لعبت العديد من مباريات الكلاسيكو، تقريبا ما يقرب من 19 مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة. أنا أعلم تماما ما تمثله هذه المباراة بالنسبة للاعبين. إنها معركة كبيرة، مباراة القرن. الأهلي والزمالك يلعبون المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. فنهائي أفريقيا مثله مثلما يلعب ريال مدريد وبرشلونة المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا. إنها المرة الأولى التي تحدث. الأمر الآخر أنه من الرائع أن يكون الأهلي والزمالك في النهائي، لأن ذلك يظهر لنا قوة الكرة المصرية ومستواها المرتفع. أنا أعرف معظم اللاعبين لأني كنت أعمل معهم. أنا أحبهم جميعا وأتمنى لهم كل التوفيق. ستكون مباراة مدهشة، فجميع المصريين سيكونون متابعين للمباراة يوم الجمعة. سأتابع المباراة وبالطبع سأستمتع بمشاهدتها. العقلية الاحترافية لا تعترف بما حدث في الماضي. أنا أعرف اللاعبين، فإذا كان أحد الفريقين لا يعيش أفضل حالاته فهذا لن يؤثر على المباراة. اللاعبين لديهم دوافع هائلة وهو ما يصعب التكهن أو التنبؤ بأي نتيجة، وذلك ما يوضح ما قلته أن لاعبي الفريقين لديهم الحافز لتحقيق أمر تاريخي، ليس فقط الفوز ببطولة أفريقيا ولكن أيضا الفوز على الغريم التقليدي، وهذا حافز إضافي. فبعد هذه المباراة ستحدث أشياء كثيرة في مصر، لأن الفائز سيكتب له هذا الفوز في التاريخ. لذا فستكون مباراة رائعة وأتمنى أن يستمتع كل المصريين بها. طيب الإعداد في فترة سالجادو دي لحقني عشان يكمل لي المعلومة، وقال لي إن بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ لعبوا برضو الأوروبي في الأوروبي، وريفر بلات وبيكا جونيور امريكا اللاتينيه، وبيكا جونيورز في امريكا اللاتينيه. طيب يعني وليفربول وتوتنهام من سنتين صحيح لعبوا فاينل؟ لعبوا فاينل. هي يا جماعه الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك لاول مره في تاريخ دوري ابطال افريقيا، معلش بس لاول مره في دوري ابطال افريقيا يكون النهائي يعني مصري. يعني بروسيا قريب في 2012 لكن ما حصل. لا ما توتنهام يمكن لعبوا في السيمي فاينل. طيب سالجادو شايف انه دي مساله تعكس قيمه الكره المصريه. ايوه هو ده، ما احنا ليه بنقول كده؟ لان احنا عمالين نعد على اطراف اليد الواحده الحالات السابقه. فلما يتكرر الامر عندك بين الاثنين اللي هم اصلا مترتبين من القرن الماضي اول وثاني، يبقى هذه قيمه مش بالصدفه، في قيمه للكره المصريه لازم يكون على قدرها.